أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. آج ہمارا سبق نمبر 2، حروف مرکبات. سبق شروع کرنے سے پہلے اس سبق کے بارے میں کچھ اہم معلومات دیکھ لیتے ہیں کہ اس سبق میں ہم کیا پڑھیں گے اور یہ سبق کس کے متعلق ہے. مرکبات دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے. مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں. اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں. جب دو یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے. اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور اکثر کا سر چھوڑ دیا جاتا ہے، دھڑ لکھا جاتا ہے، سر چھوڑ دیا جاتا ہے. جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کو ان کے نقطوں کے رد و بدل سے پہچانیں گے. اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام الف لام الف با الف نون الف تا الف یا الف سا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف جیم الف خا الف حا الف عین الف غین الف صاد الف ضاد الف ظا ألف ظا ألف ميم ألف هاء ألف كاف ألف لام با كاف با كاف تا كاف ثا كاف فا قا با سين لام شين لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عين لام غين لام كاف لام كاف نون طا نون ظا نون. جيم دال خا دال حا دال جيم دال خ دال ح دال عين دال غين دال خ ذال خ ذا ح ر ب ر ي ر ق ر ظ ر ب ميم نون ميم تا ميم يا ميم ثا ميم شين ميم لام جيم عين جيم حاء
جيم ب جيم ب عين يا وين نون صاد ف صاد قاف ضاد با سين يا سين تا سين فا قاف 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 شين قاف سين قاف عين قاف حا قاف لام كاف فا كاف قاف كاف كاف واو ها واو ميم واو با يا نون يا تا يا 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 أمزة فاو أمزة يا با تا نون تا 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 يا تا عين طا فا ظا با لام با با ها ميم با عين دال عين با دال ح ميم دال ها لام كاف يا ها با خا قا فا ثا ميم نون حا سين نون فا همزة تا سين خا طا خا لام قاف فا لام قاف عين لام قاف نون صاد را قاف تا لام يا لام جيم تا جيم دال طا با عين با لام غين نون فا سين جيم نون تا سين همزة لام قاف سين طا صاد فا تا شين ميم سين خا شين يا غين يا را غين با را ميم طا را عين شين را عين سين را ظا لام لام شين كاف
را با سين ميم. الحمد لله یہ ہمارا سبق نمبر دو تھا. امید ہے آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا. آپ سب اس کی پریکٹس کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.